عمت الفرحة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عقب سماعهم قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، فهي فرصة أتيحت لهم لبداية حياة جديدة. مبسوط جدا إن أنا الحمد لله ربنا كرمني واسمي في العفو. بشكر سيادة الرئيس إن هو الحمد لله اختارني من ضمن الناس اللي طالعة في عفو 6 أكتوبر. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو اهتم بينا وشافنا، وأنا مبسوط جدا وسعيد بإن اسمي في العفو يعني، وإن شاء الله تكون بداية جديدة بإذن الله يعني. أنا موجودة في المكتبة ومستنوش إن احنا نروح العنبر، فجم عشان يفرحونا عشان يقولوا لنا احنا اسمنا اتنضع في العفو. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتر خيره إن هو طلعني في العفو، ونشكر ربنا إن هو طلعني لأولادي وبيتي ودنيتي وارجع لحياتي تاني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت ازاي تواجه الظروف، لما العقول اتنورت ولقيت طريق للبداية صح، وبالعمل هتتحد كل الكفوف. شمل العفو الرئاسي 3610 نزيلاً، حيث نظم لهم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات للتأكيد على البعد الإنساني في المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها لإتاحة الفرصة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع. بشكر السيد الرئيس إن شملني في العفو، مبسوطة أو بقول له شكرا لسيادة الرئيس. أنا فرحانة أو إن أنا أروح لأولادي بعد غيبة طويلة. أول ما عرفت اللي اسمي في العفو دوت الحمد لله الفرحة يعني مش ساعاني، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحمد لله إن أنا تعلمت حاجة هنا أطلع برضو وأشتغل برا وأمشي بمرضي الله. أنا فرحان جدا من ساعة ما عرفت إن اسمي طالع في العفو، وحابب أشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي إن أنا طالع وأديني فرصة جديدة للحياة وأعرف أتعامل مع الناس وأشوف أهلي. وتنفيذا للقرار الرئاسي بالإفراج عن النزلاء الذين تنطبق شروط العفو عليهم، انطلق المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبلهم حياة جديدة وسط سعادة كبيرة وفرحة من أسرهم الذين انتظروهم أمام هذه المراكز، وإشادة بهذا القرار الذي فتح لأبنائهم باب أمل لمستقبل جديد. شكرا لك يا رئيس لطلعتني بالسلام، نروح للعين كل حاجة في الدنيا، يا رب يخليك يخليك لنا يا رب. الفرحة مش سيعاني، وربنا يخلينا لسيادة الرئيس السيسي. فرحتي ما لهاش أي حدود، فرحتي بمعنى ربنا يكرمه ويشق طريقه ويصلح حاله ربنا. فرحانة فرحانة أو بخروج ابن النهاردة، وبشكر سيادة الرئيس بشكره قوي، ربنا يخليهولنا يا رب ويخلي مصر. النهاردة فرحتنا ما توصفش بقرار السيد الرئيس حبيب الملايين بالعفو عن أولادنا، والنهاردة يوم عظيم ما يتوصفش أبدا، أقسم بالله ما يتوصف أبدا بعد غياب ابني 15 سنة عني. تحيا مصر ومشكورك سيادة الرئيس. مشكرين سيادة الرئيس. هؤلاء النزلاء أصبحوا أكثر استعدادا للاندماج في المجتمع استنادا إلى البرامج الإصلاحية المتطورة التي ساهمت في تقويمهم وتغيير المفاهيم لديهم، فهم يخطون أولى خطواتهم نحو حياة جديدة.